ثريدز عملاق جديد يهدد عرش تويتر. بعد نزوله إلى أسواق التطبيقات الإلكترونية حقق 10 ملايين مشترك في يوم واحد. أتى هذا التطبيق كمنافس لتويتر، التطبيق الشهير في عالم التواصل الاجتماعي. فما هو تطبيق ثريدز المهدد لعرش تويتر؟ تطبيق ثريدز هو تطبيق للتواصل الاجتماعي من شركة ميتا. يعمل التطبيق على تدوينات مصغرة ويعتبر منافسا لتطبيق تويتر. يتمتع التطبيق بواجهة تشبه منصة تويتر، ويسمح للمستخدمين بتحميل صور وفيديوهات تصل مدتها إلى 5 دقائق. تم إطلاق تطبيق ثريدز كخطوة شديدة المنافسة بين مالك تويتر إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ. وفيما يلي بعض المميزات والعيوب لتطبيق ثريدز مقارنة بتطبيق تويتر. يسمح تطبيق ثريدز بكتابة منشورات تصل إلى 500 حرف، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى في تويتر 280 حرفا. يمكن للمستخدمين الحصول على حساب في تطبيق ثريدز باستخدام نفس حسابهم على انستغرام. يمكن للمستخدمين إدارة ملفهم الشخصي وتغيير اسم المستخدم والصور الخاصة بهم بسهولة، أو يمكنهم استخدام نفس بيانات تويتر. لا يدعم تطبيق ثريدز اللغة العربية على هواتف آيفون، في حين يدعم تويتر ذلك. لا يتوفر في ثريدز خيار تحديد أولوية عرض منشورات حسابات محددة فقط، على عكس تويتر. لا يمكن تعديل المنشور بعد النشر في ثريدز. تتميز تويتر بإمكانية البحث بكلمات مفتاحية، وهذا ما لا يسمح به تطبيق ثريدز. يمكن الحصول على تطبيق ثريدز بسهولة من خلال المتاجر الرسمية للتطبيقات على هواتف آيفون وأندرويد، ويمكن إنشاء حساب جديد على ثريدز باستخدام حساب إنستغرام الحالي.